تقريبا يعني هو مساله اقتصاديه معقده شويه، بس انا اللي اعرفه عن التعويم الجنيه ان انت بتخلي قيمه الجنيه قدام الدولار بتقل، بتعتمد قيمه الدولار في البنوك بقيمه ثابته ومحدده عاليه جدا يعني. فده طبعا بيسبب تضخم في السوق، بسبب تضخم في السوق بيرفع الاسعار، بسبب ان انت هتلجا الفتره اللي جايه ان انت والله هو الحكومه فاشله. وبعدين تعويم الجنيه وتغريق الجنيه، هم غرقونا كمان معاه كشعب مصر. هم اللي عرفوا ان هم بيقولوا احنا هنعوم او نغرق الجنيه، هما الاثنين يعني بيعمل واحد. ان احنا عشان الدولار يتوحد، شوف الفشل وصل بينا الى هذا الحد. طيب فين الاليات الاقتصاديه اللي انت محمد شعراوي؟ يعني ايه تعويم الجنيه؟ تعويم الجنيه ان البنوك يعني مش هتبقى ليها تحكم في سعر الجنيه وسعر الدولار، هيسيبوه حر على حسب التعامل والتداول بين الناس وبعضها او بين المستوردين وبعضهم. شايف ان ده هنا اقتصاد ولا هيضره؟ هو بالنسبه للوضع اللي احنا فيه، وكده كده الدنيا خربانه، فممكن نجرب لو هينش، ممكن نجرب حتى لو فتره معينه، لو ما ينفعش ممكن نرجع في قرار تاني. شكرا. ان هو لازم يقلل منظمته عشان خاطر يعني يتحسن الاقتصاد بتاعنا. ده هينعيش الاقتصاد ولا هيضر؟ لا طبعا هيضر اقتصاد بلدنا، احنا بندور على اي حاجه ترفع قيمه الجنيه عشان خاطر نخرج من الازمه اللي احنا فيها. شايف نتائج ايه الموضوع ده؟ يعني مثلا الاسعار هتغلى؟ اكيد الاسعار هتغلى، الاسعار بتغلى كل يوم، واحنا مش يعني صعب ان احنا نعمل حاجه زي كده، احنا بنحاول نشوف حاجه ترفع من قيمه الجنيه المصري. شايف زي ايه مثلا؟ تعويم الجنيه على حد علمي يعني انه بالمقارنه بالدولار بيخلوا سعره حر، وبيحاول يعني في اتجاه انه يعني انه بنرفع قيمته، وهو تغيير قيمه الجنيه. القيمه الحديه اللي هي ايه بقى؟ الجنيه كجنيه كعمله بتقاس بالسلعه. يعني الجنيه زمان كان بيجيب كذا حاجه، الجنيه دلوقتي كان مش بيكفي حاجه، فدي القيمه الفعليه للجنيه. التعويم هو جعله في سياق السعر الحر، يعني برضو على اساس ان حريه السوق بتبقى عرض وطلب، عرض وطلب زي ما بيتظبط السعر في السلع.